سحر بكره العيال بيصوموا يعني ما اللي بيصوم بكره؟ لا ما تكفي ما تكفي انا لعبت والله لعبت تكفي لي يا عيال اغلب العيال تكفي لي ما تكفي ما تكفي تكفي ثلاثه ما ظني كلهم لا 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 يلا حي يا لا 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 ها وين طالع خلص كم شغله طالع ايه حطك وجهك بعد اسبي الله عليكم صار نجاك من داخل راقد هديه سكر ليه شنو كرهت جوزك مي مقبوله ارحب اقبل انا بسم الله عليك تثبت وراك ليه تثبت وراك الله يعافيك يا عيال النوم ذي ابو نص ساعه والله اني حلمت فيها ست احلام من ضمنها حلمت فيكم يا رجال انا خابر اني راق انا خابر اني راق تدري وين؟ راقدين على فراش ابو خشمال اخر واحد ها؟ انا رقدت على فراش ابو خشمال اخر واحد قمت وين؟ قمت بيني زايد على سرير عفان زايد وانا على سريري انا راقد في فراش وخشمه لا انا اللي راقد من سريري انت ليش رقدت في سريري مع السوالف نمت خشمه رقدت في سريره قمت ما رقدت في خشمه قمت لقيتني على سريري اصلا قمت نص النومه لقيتني على سرير وخشمه قمت نص النومه لقيتني على سريري نظرت كذا لزايد وجهك يا بسم الله الرحمن الرحيم اي تو اللي قبل شوي الله نوم 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 لا يا ولد والله اني حلمت اني سافرت برا حلمت اني العب كوره في بيتهم بالحوش وقتها مظلمه اذكر حوشكم بيت ذا بيت ذول حلمت يا ولد وش ثاني حلمت ان لا في احلام خاصه فيها استبعادات واستبعادات اي والله حلمت محمد عيسى ما ادري هي احلام ما ادري او كادك وانا نايم يشطفني حلمي يخلص حلمي يجي حلم وراه مدري هو حلم ولا شو اسمه خيال ولا شو اسمه حلم مدري علي تجي قيلولة ذي مدري كيف بس هذا ليه أحلام واجد سلام أرحب السلام عليكم يا ابو ناقي حاضر وعليكم السلام يا اخوي رديت بقلبك تدخل في نيتي ما قلت همس أرحب يا حبيبي جزاك الله مقاومة وش هي ما قلت همس أنا أسلم حد يرد ما فيكم متى قلتها مو بنا مو بنت والله مو بنا هذا اسم النهاية ترى بعتك عند بداح والله بعت نفسي يا رجال خل عنك بعت نفسي وبعتك وبعت عقاب وسيف وزايد هات والله ماني عادها ماني عادها والله ماني عادها طلع 500 500 ألف بيجلدنا شوي 450 لا لا احسبها يواد احسبها زين ما تعال في ذا احسبها ايش احسبها زين لا طلعت 450 لا قاعد كرتون هذه هي 450 سلام مرحبا كيف حطيت؟ هذا مكتوب طيب 100% يقول لك لا نشوف ايش مكتوب رقم الشكل 220 مكرونه سميد القمح القاسي 100% وهذا مكتوب عدد الحبات هناك امسك والله عندك هذه النسخة نسخة أم هوجسي كل واحد كذا لا والله نسخة الأحلام الهوجيس كل واحد تلقاه ماسك الزاوية كذا أنا أتحداك تشوفني هوجس أتحداك والله إني شايف بالغرفة ونشد قلت وين وصلت؟ وصلت قطر قلت لا باقي قبلها صح ولا لا؟ لا قلت لك تعديت قطر وصلت تركيا وأيوه والله يا والله العظيم وجود الطاري ذا اللي يمكن ثلاث أيام ويومين أجلس أسولف معك عادي طبيعي لكن في دقيقة في ظرف دقيقة ودقيقتين تفهم واصل مدري وين والله العظيم وش يجيب هالفهاوي يا رجال انا اذا قلت سيف الهاجري يسولف علي ترى مركز في السالفة انا صار اركز في خشم سيف بس طيب وش يجيب هذه وشو هي هذه وصل هذا تاخذ لا صدق يعني كيف انت واضح انك تفهم يا اصلا انا ماني مفهم لا هو غبي ما ولاري غبي استغبي واحد من شملنا استغبي الحين وحده اسكت اسكت لا 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 تكلمنا حنا تسكت انت ايش اخر واحده يا ليل الليل بنقمره بنقمره الحكم دقيقه بنقمره الرجال تحداني قال وقفها واحكم وقف
لا تتكلم لا تشتر. دقيقة اليوم كامل ما تدعين الا الشيخ عجية. وتم. خالد. استاهل يا ابو بيت. خالد. انت بعد عمك. تدري شنو المشكلة؟ ايه. يلا حكيك يا ابو ناقي. يا ليل الندة. انا يا ولد. لا تحرق لسانك بس. انا ما اشوف. العمري يا ابو تدري شنو المشكلة؟ عجيان. اللي يعترض الرياجيل هو صيد سهلة. اسمع عجيان بالله دقيقة احنا قاعدين نسولف تشطب صوتك. اللي يعدم الطبلة والله يعدم الطبلة بس دقيقة هو ايش يقول؟ يقول مشكلة جيت صيدة سهلة مدري. لا 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 ابك نتفوك الشعار من اليوم يلتمون فيك. وين 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 انت اللي صيدة سهلة مو انا كلهم نتفوك. عد البيت اللي قاله الله الله ينشف فيك. يجيك راس المربع وعيونها مع كارول قيم الشعار. من انت؟ انت كلمتي على انا ريان ابن محمد اقيمك واقيم عشرة مثلك. تبدي لنا مع السوالف ايه تحفى عادي خمس يا ولد شوري عليهم زين. علومك ابو ناقي بس بتخلص علومك كيف الحال يا اخوي؟ طيب خلني اهرج. طيب علومك ابو ناقي. ابو ناقي يا ولد شو اسمه؟ لا لا هذه سالفه قلنا لك تحفات. وش العلوم بالله؟ هو ترى تحفات ما ادري وش هو تحفات ترى ما ادري وش ما ادري وش سولف معه خمس دقائق. اسمع تحفات يعني ايش حالك يا ربك طيب انت بخير؟ انا ادري عينه كانك غشيم وكل من حولك كويسين عشان وذاك هاي عشان عفانا في خفتي. لا لا اسمع 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 انت كنت ودك تغلط علي بالجلسه لكن يوم شفت معنا شاعر والله ما ودي الشيطان يدخل بينكم اقسم بالله. يوم ان سمعت احنا الشيطان هم وايد ما اقدر اقول كل من حولك غشم كل من حولك رياجيل لا تعتر سكه قويين العزوم عشان والله ما ترش والله ما ترش والله ما ترش يدخل الشيطان بينك قهوه الحمضيات حمضيات يلصق فيك ويقعد يتصفى تهرقك وتصفى لا لا يدخل الشيطان بينكم هو هذا هو الشيطان هذا هو يا رب قول بسم الله ثلاث مرات تختفي بو خشمه خشمه وتزعل كم مره كان شهر ندير كم مره تخربت الشخصيه الرجال قام لا 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 انت بس دم روحه شوي تخيل تقول أيوة منه اسمع 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 تخيل اسمع اثر ما في الحنبه حال انت ما كنت تطقم فوق تحت جواتي كل شيء اي اتوهق ترى رده ادب رده في ذمتك لو عندك مليونين حات ولا تبيها ولا تبيها بتعطيها واحد من الجلسه بتعطيها من ومع ذكر السبب ادب يا لو عندك مليونين وما تبيها تعطيها واحد ايه بياخذها هو بياخذها عشان يقول لا انا ما اخذها بياخذها في الجلسه تعطيها من بعطيك اياها عشان تشتري لك عقل صح ولا لا سهله اسمعني هو قال مليون قلت تعطيه اشهر بها عقل انا في الجلسه انا ما ابدا في الجلسه في الجلسه الله يجزاك خير تضرع مره انت اكيد انك شغال في جمعيه عروه صح صح ما توقع انت خبش انا اقولك في الجلسه في الجلسه انا ما في ما في الخبش اللي ما عنده عقل في الجلسه بسرعه يلا بسرعه وش هو؟ عطى واحد في الجلسه كل الخبش اللي بيشتري له عقل والله صدمني ابو عيون حول طلع يعرف يرد انا ما فهمت والله ما فهمت يقول الخفي اللي ما ادري لا مو بالخفي هو ايش يقول لك يقول لك انت خبش ايه ايش يعني خبش؟ وش خبش؟ انتوا عليكم كلام انت تحسبين عارف شيء خبش والله هم داش الطوخه ما يعرف يتحفى تبي يعرف الكلام خلاص خلاص انت خليتك يا العرد اي عرف ايوه يقول كذا عرف يقولها بالكويت شال عيفك والله انكم ما تقولها يا العرد والله العظيم يا ناصر بن قمر انك اكبر عرد قابلته في حياتي اخ هاجر عرد عرد عندنا مين من اللي عندنا؟ راشد انا منه مين بنفسه احلف بالله والله والله ها وش هي ابو سوي عرد يعني مثل قوت مثل قوت مثل قوت صفقه لا والله العرض العرض عندنا يا الخبل يا هذه آه نفس الخبش عندنا انتم عندكم وش العرض عندنا ثاني لقيتها عير لا لا العرض مثل اللي قويته وقواك بس انك عرض كذا يعني والله انه هند لا وش يعني يعني رجال دوكر ايش ادني اقول دوكر خليه سلامات 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 هذه شفره خاصه ضعيفه ما حتى مين بالمزاريع لا هذيك دوكرة في خذي فجأة كلمة
خليه خليت هذه لغه عربيه. طيب بعدين دف دف هذه دفها هنا. يا مسلم لا تعترضني لا تعترضني. انا خبل انا خبل انا خبل وغبي انا خبل وغبي ومكبر عقلي عنك. هم انت مشغلنا والله 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 يا ابن مشغلنا شاعر وما ادري عن شعرك زين ومسوي فيه. انا ما قيمت انا ما ادري عن شعرك ما ادري هل انت تكتبه ولا تاخذه. عرفت شلون ومتجنب هم انت. لا انت اللي متجنبني ولا شيء دام اني انا غبي. انت اول من قرب لا تقلب النار وثيابك حليب عشان ما تحترق وتنتهي. يا رجال يرد علي بعشر كلمات وانا ارد عليه بكلمه قد ايش. لا انت ما تعرف الا كلمه. عارف زين اسمع اليوم يجيني سيف ومتعب على الفراش ابي انام. انا رجع السالفه طبعا. لا ذكرني فيها. قال لو طلعت يقول هلي اي قال مين لو طلعت انا يقول لا قال هلي لا 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 متعب. وش قال؟ قال انا ولا ابو خشمان في موضوع. قال انا ولا ابو خشمان. قلت عندي سيف. قلت ولا التفت في مثل براسي بس ما ادري وش هو. قلت يا رجال انت مثل اللي يقول طيح بالجمر وطيح بالنا ويقوم يضحك. ما له شغل كيف؟ لا انا لاني بقرب يعني كلهم زي بعضهم. قلت مثل يقول جمر ونار صار يقول هلي. وانتم سمجين اللي يقول لكم سالفه والله ما يفهم. وين زايد؟ وين قاعد؟ وين يضحك بدون صوت بدون صوت. انت شقال في ماك؟ احنا ما نحسبها ما خلصت صف. والله لولا الكاميرا لا ارد. انا مشكلتي ايسر عشان افك النقاش هذا العقيم المشوشر مشربك. انشدو قاعد من سالفته مع ولا نبشتك قاعد وسالفتك مع ابوك يوم بنشر التعب مثل كبير. لا لا هذيك غير هذيك غير. يوم بنشر التاير ما هو بحق التغريس حق الوايد. اي الوايد مرتين وانا وارد ارفع صوتك والله ما اسمع بطل المايك. مرتين وانا وارد راح عليك تجيب مويه. يلا وايد كاسنا انا وايد تجيب مويه. اسلم ارفع صوتك ربي سالفة الرجال اليوم ربي. خلاص خليها قاعدة هذا الرجل. ارفع صوتك والله اني ما اسمع. شوف مايكك يمكن تطفيك البطارية يمكن تبطل. لا علينا الدنيا كلها. تقدر تقول واحد في علم لو تقولها غير بعشرة. يلا اخلص شغله بس ارفع صوتك. ايه ابو فهد ارفع صوتك بس تعال ما يخص عشان سمعني السالفه. اسمع مرة من المرات انت حاول انك تفهم ما تعرفها. مرة من المرات وانا وارد راح مع وايد كان اعلمك. طيب زين اسمع يا ابن احلى السالفه الحين والله فاهم معك. يلا اسلم اقل. وانا وارد على وايت وانا مسدر مليت الوايت على الحين وانا مسدر. ايه ابوي لازم انك لما انك وردت وقت لك على الشيب تجي ثلاث ساعات لين يمتي الوايت. ولازم ان هذا الوايت هذا محرك والوايت جاي قلب الوايت خالد وطق الوايت بسرعه. ها انشر ذلك خلاص. ها انا بنشر الاولى وانت رايح. وانا راجع انا رحت وما لقيت. صدر اول صدرت من المنطق روايت الحين مليان بنشرت علي الداخليه. رحت ارجع لها ترجع على الداخليه ضربت اللي جنبها الداخليه خلت اللي جنبها تضرب سيلت وخلت وقفت. خلني الحين ارقد فراشي انت ارقد ولا من اصبحت ها ليل المهم انا ارقد يوم اصبحت وانا بنشر الكو ها رجعت. اي وانا بنشر هو شافني تاخر درم في شيء جاء طائر يتلمس لين لقى انا جاني طائر من بعيد هي طالب لا 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 وانا بنشر اتفرج وانا اود هوايت. قال لا عاد تقرب الويت انت وجهك لا تقرب الويت لا عاد ترد
الوايد تعال شوف القارب قلت تف من تبوج وايد ها من تبوج وايد اي انت كل شوي انت رايح انت بنشر الكهرباء ولا خرب الموانئ ولا قلت تعال واهلا من الطالب اسكت بس ان زي لا منه راح وسوى حاجه وخرب الوايد عليه ولا جيب اجي يوم اجي يطالبني وانا اجي لا من سويتها سكت ما عندك ما قال شيء النهار الثاني ركب هو على وايد رويت اثنين قلب الواجد اشرب الوايد على طول راح وايد ما هرجني ركب راح ورط يوم انه راح انا دريت بيجي شيء تبطيته دريت ارفع صوتك ابو تبطيته يوم انه راح تبطيته دريت في شيء دريت في شيء وانا اروح جيت لقيت البنشر وانا جيت طاير له قال بعمر كذا وماسكها ماسكها هاللون يوم اني جيت قلت السلام عليكم وعليكم السلام لو يباني زي بادر بالكلام ايه. انا لا اسكت اخلي هو اللي زي وش اني انا زعلان انت تكلم قول يا وانا ساكت وانا انزل عطو وانا انزل عفريت وانا انزل مكر ارفع تشتغل قال راح ارد ارد انا وابوك ولا جيت بيني وبينك علم انا راح ارد يوم اللي جيت عاد هو عند ازي ما فيه تجيك رضوى انت طلبت تجيك رضوى طالبك معناته ما انت رايح الا بحاشي ولا ب 3000 ولا ب 2005 ارحب ارحب اسلم اسلم المهم يوم اني عودت قال يوم اني عودت قال انا ابو محمد لا وانا قاعد اعلق اعلق وش ايش تقول يوم اني عودت وانا قاعد اعلق قلت انا ايش وانا بنشرت وبنشرت وجيت تميد اللي راح وبنشر خلاني انا اللي بنشر لا بنشرها ولا شيء قال خذ حاجي انقل على اشرابك قاعد اعطاني تاخذ لك حاجي تبيع في السوق ب 3005 قصابه قاعد انت يوميا تصدرون نهوية اثنين انت تجي يوميا تجي هذا الظهر بكره الصبح وخالص من الظهر انت تمشي بهذاك كم متن يا قاعد الله يعينك ما شاء الله 400 400 ما شاء الله تبارك الله دريت احنا 200 ويومين يومين يا رجال 400 وجهه 2 ذا اليوم وذا بكره يتبادلوا في مقطع ضرب ضربه قويه الرجال اللي رفع حليب مرعي عقب قدم قدوه قدم السحاله حقت حليب بلبل اخوه كان الوضح من يمينه ومن يساره اي اللي يصور العماره بعد اي الله يصور العماره 340 هو اخوه كثر المشاكل اللي تصير ايه مشاكلها واجد والله يا اطلق الفتره اللي بتعيشها على انها بدون رساله وبدون جوالات عند والله علمك شيء اقسم بالله انك ما تدري عنها والله ما تدري عنها يا ولد عندها افضل موقف سنه من السنين اقسم بالله يا رجال اني كل ما ولدت لي ناقه اللي انا ولدها ان نبيعها ب 700 ب 600 ولا رحت عنها اسبوع وجيت واللي ولدوها العيال ما تجي جانا بالحين ما بركه حظك طيبه والله العظيم انها بركه السنه ذي كل ما اسوي له وحده هي جانا الحين نبيعها ب 6 ب 5 ب 4 ما شاء الله اسمع يا ولد خلاص زي ما تقول غلط اسمعني استبعاد من الجلسه حر تخرب خليني اقول لك والله يا قاعد انت ولا هنا الغرب كله ما تصل افضل الايام اللي يمكن تعيش تعيش هناك كل بر اذا قد ما عاد حولك رسالة يا ولد شوف الصباح تقوم عقب صلاه الفجر اذا انتوا نفسنا نقوم عقب صلاه الفجر شغل تدف تريد معين من الله خير نجرب حويه مرين على الحلال انا غره طيب ونحلل بالحلال الصباح كل شيء قوم من القايله لا القايلة فضيلة الكبرة ولا فضيلة الكبرة ترش القاع موت تجلس فضيلة كبرة ولا كذا في الوايد رجال في القيضة قاعد عند البيت وإذا جاء صير زي تعود الحلاوة زي تحلبها وإذا جاء الليط رحنا نطرد سبابيك عليات وإذا ما اسمع وإذا جاء يوم فاضي رحنا نسحب تعرف لعبة زولية لا احنا نلعب الزقطة كلها الزقطة 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 تعلمونها عدو ما تعلمها ناصر ما تعرف الزقطة زقطة وش شيء أنا أكيد اسم ثاني زقطة زقطة سبر صح ها قصك السبر لا تعرف الدين وش الزقطة تعلمونها حصال اللي هي الجدة والخالة لا يكون اللي تحلها وتسوي كذا الخالة هذا الخال هذا وتختار واحدة تحلها فوق وتلقطها حنا لها اسم عندنا وش هو وش اسمها حيوان اي تحط لي قلتها لا قلتها لو انك طحت على اي لو انك طحت على العود هذا شطرنج البدو بس يعني طريقه حلوه يا ربع منك راح يروح مع عاد مع ابوانكم ولا اخوانكم الكبار مبطي يركب في البدي يروح ودونه يجيبونه وش يركب وين؟ في البدي الصندوق كذا حبت عليها ما ادري ايش اي كذا حبت عليها
ما سمعت. يقوم علي راح اللي يركب الصندوق لا يومك ذا عادي انا وين تعفان؟ لا يومك ذا والله احنا نسويه يا رجال ابو ناقي لا 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 حتى بالديره ابو ناقي ايه اذا الموتر اذا الموتر غماره ركبنا في الصندوق ابو ناقي لا حلا ابو ناقي لبيه قلنا الشيب الله يطول في عمره امين اذا وجر على واحد حتى لو الموتر غاضي ركب ورا والله من الدوحه يلمع وينه يمكن 40 دقيقه 40 دقيقه الحياه جدي متعب الله يرحمه زعلان عليكم نظام الان صار معزوم على عشاء ولا نزلك قال يلا رجع بيتنا ما حد يقعد العموم احنا كنا 4 و5 انا الصار مرات كلبونا في بدي على اساس فين واحد ابي مرات روحي الديره كلهم ينظرون فينا اقسم بايات الله والله العظيم روسنا روسنا براسي لا لما كان عندي اشاره ننسد عشان ما حد يشوفنا زين دقيقه بسالكم سؤال وش عقاب بهاتكم ما اللي يبيه يضربه ما اللي يعاقبه ما اللي من الحين رجال يقول لا لا, لا لا هذا هذا كل شيء يبي عنده كل شيء مره مرات واحد من اخواني محمد اخي كان تعرف المدرسه يقولون حلق صفر مره واحده رحنا للحلاق محمد ما يدان كان متحد معاه كم واحد انه ما يحلق صفر كان عندنا اللي يحلق صفر عيب المهم اقعد يضجر عليه الشيبه قال والله انت حلق صفر قال لا والله ما حلق قعد بينهم نقاش يوم الشيبه جرب يطول عمره شاف ان محمد عياء تعرف محمد وجاء حلقه غصبه يوم حلقه غصبه خلاص انت بتحلق صفر خلاه في الحلاق وراح البيت قال يلا تعال البيت عارجي احنا وين في المدينه مدينه المره وهو في بيته كم من تبعد كم 30 دقيقة 50 دقيقة اشدر اشدر هذا ترى قريب الله يطول عمره هذا عمل جزء عسكري هو كل شيء انت الصلاة روح يسوي بس لكم الصلاة خلكم بعد اذا الحين اخوك البلد ايام البلد بدا اصلا انت قومنا صلاه الفجر ها عود الفراش وقف هاي قومني ما خلق توضى قومي من عندنا قومي بجيك ماء ويلا قوم وقف على الخزان خزان البيت وقف على الخزان تصريبه لين تطلع الشمس وصرح احمد سوالك لا شوك داخل البيت هذا عقب ابوي عندنا والله اني اوقف يا رجال الخزان ولا وبعدين روح حاسي نفسي ينسدح لا عشان المسدح ويا بعقال ما غطي زايد احنا انا يعني خليك ثابت يعني توقف صدق والله اني واقف كذا زايد 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 انا اول اتخامل اللي ما يداني يتوظف البر لكن عقب ما رحت الصياد والله ما لكم عذر وشو اللي وش جرب الصياد اللي وشو اللي توظف اللي توظف البر صار فجر خصوصا ايه جرب عصيات ما اللي يفتح من راسه وتيمم ما في سخانات وبرد كل رمق والله درس حرام في شيء واحد منهم موت جليد جليد لا والله انا ابوي ما عمره ضربني في حياته الا مره انا دائما مرضيه عند البل والمره هذه هسوي بلبل انا بروح مع العيال للرياض وعندنا زي بكره شديد وقال لي اخوي الكبير جيبه معك خليه يجي عشان يشوف الويت اليوم جاني الصبح قلت ماني مرايح صوتك يوم جاني الصبح قلت ماني مرايح قال لي ولد ابوي موصي قلت يا ولد ماني مرايح توكل على الله راح بقت يوم اللي جاء قلب المشوار يمكن ساعه ونص قال وين هو قال راقد قال ما يبي يجي قال احب الكلب ما يبي يجي ويجي بكموت المشوار ساعه ونص يمكن اشتري مطلبه 88 كيلو من البيت يا رجل تعرفون المتر الحديد اللي يجي هالطول متر حديد ما هذا اللي يتعفف لا الحديد الظاهر الراس كلها قح وانا راقد اقسم بالله اني ما انساها الحين انت ما توقعت انه بيجي ما توقعت قلب البعيد في يوم يقول لا ابوي قلت يوم يروحون شايلين الشبوك ابوي يقول خلوه اجلس مشانه بس انا دريت الله هو وازي علي يا رجل انا اعرف فتحته لا فتح الباب وانا راقد اسمع الباب يوم افتح ادري انه هو وزرت اقوم انا داخل عيب هذا يعني كلب ما ها لا انا ولا مزدح ثم قام يقطني في ظهري انا ما تبى تجيني انا عندي شديد ما تبى الحمار وانت ما تروح وانا اركب معه احنا ماسكين الخط ساعه ونص والله يا رجل اني دلطت اما لا تدري وش يقول كل اخي شوي تسلاب معنا يعني ربي بياخذكم عني ما اقدر الف وناقف عند البقاله ما اقدر انزل انا نفس الطريقه انا نفس الطريقه ما يضرب لكن والله اني عيفك الحياه يا ولد يعصب عليك يعصب بعدها يزعل زعله الله يطول عمره طبعا انت ما جيت تنطر بس يتكلم كذا لانك ذل ما تقدر تجي هو زعلان تبي تسلم عليه شيء يدزه زعله عادي ياخذ اسبوع في الاسبوع ذا والله العظيم ما تطلب مطعم ولا تطلع من البيت ولا تجي المجلس خليك داخل كيف
قاعد يدفن الجهاز اللي داخل. أبغى أعلمك. المهم احنا انا كنت زين في الدراسه يا رجل ابتدائي، يوم جيت متوسط دافور وانا احوس على الدرب خليت الدرب انا اللي كونت المجموعه، يعني ما رحت مع حمان اللي مكون المجموعه دي كلها. راح امريكا هو فتره يا ولد خربت فيها، خربت صدق. اول مره في حياتي تجي علي ماده وصبت في ماده، وذاك اليوم اول مره يجي علي دور ثاني. كل ما جاتي احنا كانت اربع فترات تذكر انت قبل تغدي فترتين. كل ما جيت راسب قلت اوعدك واعد ان الشهاده الجايه اربع فترات كانت تجرط. اي يدني زين في الدراسه افهم افهم ما ما يعني نعم. اربع فصول ما اربع شهايد، كل شهاده تجي راسب راسب. المهم اربع شهايد كلها رسبت وعدت دور ثاني ونجحت دور ثاني. المهم انا جت الاولى وعدته زعل علي يوم، جت الثانيه وعدت احنا رجال بيت يعني مجتهد في البدايات. ثاني شهاده وعدته ورسب، ثالث شهاده واعده ويضيق مني ثالث شهاده ياخذ اسبوع يا رجل زعلان. كل ما جيت اسلم عليه كان قاعد مثل رجال تواعد وتخلف توكع على الله بس. المهم هو يحب القصيد. هذه الرابعه ولا الثالثه؟ يوم قال لك الثالثه قبل الاخيره. هو يحب القصيد وكاد وقتها في ثالث متوسط. يا الله يا الله خط اول بيت ثاني بيت ما عدى خمس. من وقت البيتين والله اني بقولها لكم الحين هي مروحه لكن شوف في حلها. المهم راح اركب وياها رايح المسجد، هو يا رجل يصلي اذا طالع من الصلاه شخص ثاني، بس انا فتره بسيطه 10 دقائق 20 دقيقه مرتاح شعور الصلاه كذا. وانا قلت الساعه ذي بعد الصلاه واطلع. يوم طلعنا قلت يباه، لا ما قلت يباه لان اذا قلت يباه بيقول لي البخ. قلت المراجل منهج وفيها سياسه بسرعه كذا قوم وسكت. انا ذا اللي يسكني اذا سكتني بحول بفتح الباب وحتى الموتر يمشي 100 بنط. قلت المراجل منهج وفيها سياسه وكل منا في اموره ما تعاجل، ان سقطنا بالمدارس والدراسه ما سقطنا بالمكارم والمراجل. قال هو انا جنبه قال كوهو يعطيني واحد عضلي هاشتاج خليك رجال وفلح مع الرجال. يوم جت الشهاده الاخيره عايد دور ثاني. لا بيسامحكم بعد ابوي اذا زعل يقول وانت جالس جنبه يقول لك ايش ضربتك تجيب المطر؟ يقول عادي تقول له يقول ضربتك تجيب المطر. يقول على طاري مره من المرات جاني قال له زين ولا حاجه ثانيه؟ قلنا زين ونخالفه ونسويها. يوم سويناها هو يقيل بالصاله من الساعه 12 بعد صلاه الظهر على طول يرقد ما يقوم غير على اذان العصر. وسوينا الحاجه الفلانيه وجت امي تعلمه. يوم علمته هو ينادينا. الصاله فيها ثلاث فيها بابين وباب عند المطبخ. هو يجي وبالمفتاح عند مفاتيح، هو عنده مفاتيح واجد يمكن 20 حق لا ويجي يا ولد ويجمعهم ويقنعني في راسي لين بتسيت وهو يحطني ورا الباب ويصك الباب. قال والله لو يحط مركه، قال والله لو يتحرك الباب اني لا افعل واسوي. ويحطني ورا باب واخوي ورا باب ولد اخوي ورا باب وثلاث ساعات ونص وحنا واقفين ورا البيبان ما تقدر تهرج وتفتح فيهم وجوالتنا جنب راسه. من بعد هذيك ما عاد اخطيت الحين بالمفتاح كذا قنع على الراس 20 30 هنا ولا المفتاح؟ اي القلم 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 شهدنها قيصره. كيف كيف كيف؟ هنا عقب بس يضغط اصابعه بس معاناه التصليب هذه ما حد جربها. تصليب الخزان انا ورا انا ورا انت واخذكم عضروزي قبل الكاميرا قبل الكاميرا قبل عضروزي كلها سعيد تجي اقوى اقوى هذيك تجيبها مطر على كيفك اسلم اسلم Thank you.